ماشي يا عم. إجابة الإجابة التانية. الإجابة التانية اللي هي إيه؟ تحت فحل المحضر التانية. يا أستاذ حزلقوم، يعني أنت عايز تقول إن الوالدين المقصود بيهم هنا هم الأب والأم؟ هتطلع غلط. إجابة صحيحة، وبقى معاك 100 جنيه. الله طب ما نستنى سؤالين كمان ونجيب قروصه. سؤالين ايه؟ انت عايشتنا في هلع من اول سؤال. ايه حزلقوم؟ قروص في اليد خير من دينيس في البحر. دينيس مين؟ قروص في اليد خير من فرط من كشك. يا ابني ليه؟ صدق صح؟ 3 2 1 خش في الفلتر. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ اتفضل اطلع على مكانك. يلا اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. استدردك. طيب يا سيدي اتفضل اتفضل. يا جماعه ايه ده يا جماعه؟ انتاج يا انتاج، ايه الفوضى دي؟ خد يا حزلقوم، انت محتاج تتجول. الله ايه ده فاضي؟ لا ده فلامنك من نص الكوره. لا ما بحبوش، انا بحب من الطروف عشان يبقى مشعر احمر. انت تعرفي ان جبن الفلامنك معمول من طار الفلامنكو؟ فلامنكو ايه يا ابني بقى؟ ما عشان من بره احمر ومن جوه ابيض. يا سيدي اسكت بقى شويه. يلا نفسي يا عم. بس يا سيدي. لا لا لا، وانت كمان يلا يلا اطلعي فوق. يلا مكانك. يلا يلا. انت بتزعج لمين يا جدع انت؟ لا مؤاخذة يا كبير، أنا آسف. جنيته اللي لا مؤاخذة. اتفضلي يا هاني، اتفضلي على مكانك استريحي، اتفضلي فوق. اتفضلي. نستخف ما تختشيش. تعالي. استغفر الله العظيم، احنا لسه في أول سؤال، أمال هنعمل إيه في بقية الحلقة؟ يلا. ودلوقتي جينا للسؤال التاني. السؤال التاني بيقول: أي من هذه الفواكه لونه أحمر؟ القوطي. 1 العنب الأخضر، 2 البلح الأصفر، 3 الفراولة، 4 الموز. قلت له انسحب. أنت ليه ما ذكرتش لون الموز؟ هو الموز ليه كذا لون؟ آه طبعًا، في الأصفر، في الأخضر، في الاسود. الاسود؟ اه اللي امنا بتعمله عصير بتقول لك اوعى الفريش، واللي برضك اللي بيني وبين الشله اللي عايشتك